وعشان نعرف أكتر برضو عن المطالب للناس أو مطالب أولياء الأمور الجديدة من وزير التربية والتعليم الجديد، بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس. دكتور محمد، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك إيه تعليقك على فكرة أن في أولياء أمور تواصلوا مع دكتور رضا حجازي وطلبوا منه بعض المطالب كده، زي فكرة إلغاء البابل شيت وأن احنا نرجع للتصحيح القديم وهكذا؟ هو في البداية بس قبل ما يعني أقول رأيي في الكلام اللي أرسلوه أولياء الأمور، تمام، عايزين نفهم أن الدكتور رضا حجازي هو الرجل الثاني في وزارة الدكتور طارق شوقي. تمام يا فندم. بمعنى أن هو عنده الملفات الخاصة بالتعليم كاملة، خاصة أن احنا النهاردة الكلام اللي سمعته من حضرتك، الطلبات أولياء الأمور تقريبا بيطالبوا بعودة النظام القديم كما كان. بالضبط. النهاردة احنا بنعامل مشكلة خطيرة جدا جدا. النظام القديم كان نظام مترهل وكان كله مشاكل، والنظام الحديث نفس الكلام عنده مشاكل كتيرة جدا جدا. وبالتالي المطلوب من الدكتور رضا حجازي ان هو يبدأ يعيد مرة اخرى بترتيب الهيكل التعليم من اول وجديد. بمعنى ان احنا لحنا عايزين النظام القديم يرجع كما كان، ولا عايزين النظام الحديث اللي هو تم تطبيقه وهو مش متفق او منطبق على ارض الواقع نبدأ مستمرين فيه. فلابد ان احنا نشوف المشكله بالظبط جايه منين. احنا عندنا مشكلات خطيره جدا جدا. اولا استماعنا لاولياء الامور شيء جيد، يعني ان انت تاخد براي اولياء الامور في بعض الاشياء ده شيء جيد جدا، لان لابد ان انا استمع لاولياء الامور. صحيح. ولكن انا بستمع لهم عشان اعرف الفيدباك عن المشكلات اللي بتقابلني اثناء تطبيق المنظومه التعليميه، بعرف ارائهم يعني عشان لو في حاجه احسنها. بالظبط. لان هو اصل ولي الامر هو على احتكاك مباشر بالتلميذ. تمام. فبالتالي انا بسمع ولي الامر عشان الجزئيه دي، اعرف ان التلاميذ او الطلاب بيعانوا من ايه. لكن انا بقول ان الدكتور رضا حجازي دلوقتي امام مشكله كبيره جدا جدا، وهي ان احنا لا احنا عايزين نرجع للنظام القديم المترهل بمشاكله اللي احنا عارفينها، ولا النظام الحديث اللي اثبت في النهايه فشله. والدليل على كده ان اصبحت مصر كلها غير راضيه عن الوضع التعليمي اللي احنا عايشين فيه حاليا. وبالتالي احنا بنقول له دكتور رضا، انت حضرتك بتتعامل مع 22 مليون تلميذ. لو قلنا ان متوسط الاسر الواحده 3 تلاميذ، يعني احنا بنتعامل تقريبا مع 70% من مصر. بالزبط. من سكان مصر. يبقى انت المشكله اللي قدامك مشكله خطيره جدا جدا. لابد ان احنا نرجع المدرسه الى دورها الطبيعي. انا النهارده الدكتور طارق شوقي لما جه في الاول خالص وعد بان هو هيمنع الدروس الخصوصيه. كويس. تمام. بالرغم من كده النظام التعليمي اللي هو عمله لا بالعكس ادى الى تفاقم الدروس الخصوصيه وزود الكاهر على ولي الامور. فبالتالي ليه؟ لان المدرسه فقدت دورها. النهارده احنا بنتكلم على الطلبه من اول مرحله اعدادي لحد المرحله الثانويه او لحد الثانويه العامه، ما حدش بيروح المدرسه. طيب دكتور محمد، عايزة أتوقف مع حضرتك عند نقطة أن احنا من أيام قليلة جدا تم الإعلان أن في مجلس خاص بالتعليم في مصر هيكون مكون من التربية والتعليم، التعليم العالي، الأزهر، وكل المختصين كمان في ملف التعليم. ومن أهم أدوار هذا المجلس أن هو هيكون في خطة أو رؤية مستدامة، بخلاف بقى تغيير وزير التربية والتعليم أو تغيير الحكومة ككل، الرؤية هي هتكون واحدة. هل تعتقد أن دكتور رضا حجازي في ظل وجود هذا المجلس هيقدر أن هو يغير في منظومة التعليم حاليا مع تولي هذه الحقيبة الوزارية؟ شوفي حضرتك، كان في مجلس اسمه المجلس القومي للتعليم، كان موجود قبل كده. وهذا المجلس يضم عدد من الاستشاريين وما إلى ذلك، الكلام ده احنا عارفينه بقاله مدة كبيرة يعني. تمام. وبالرغم من ذلك لم يتحقق أي شيء. أنا أتمنى إن لما يكون في أي قيادة تعليمية بتيجي برؤية محددة. يعني أنا النهاردة هتولى قيادة أو حقيبة التعليم. لازم يكون عندي رؤية. الرؤية دي هجيبها منين؟ هتنبثق من الواقع اللي احنا عايشين فيه. احنا عندنا عدد من التحديات. التحديات بتشمل عدم وجود مدارس حاليا، يعني احنا خلينا نبقى واضحين مع بعض، المدارس فقدت دورها تقريبا. يعني الا يعني باستثناء بعض المرحلة الابتدائية، المراحل الأولى من المرحلة الابتدائية اللي هم السنوات الأولى فقط. وعلى الرغم من ذلك في برضه عندنا كثافة طلابية عالية جدا. عندنا في عجز هائل جدا في المدرسين. تمام. عندنا مشاكل في المناهج، يعني المناهج حتى المناهج اللي تم وضعها
المناهج فيها مشاكل كتيرة. يعني حضرتك شايف ان دكتور رضا هيقدر ان هو يحل هذه المشاكل مع وجود المجلس، ولا المجلس ممكن تكون رؤيته هي يعني اللي هتسير يعني في جميع الاحوال وفي جميع الظروف؟ لا، انا بطالب الدكتور رضا حجازي ان يقوم يعلن عن مؤتمر علمي. هذا المؤتمر يستضيف فيه كل الخبراء التربويين اللي هم عندهم باع في هذا الموضوع، ويعرض عليهم التحديات، لان زي ما قلت لحضرتك الدكتور رضا هو يعتبر الرجل الثاني في وزاره الدكتور طارق شوقي، وهو من قبل كده كان ماسك مناصب مختلفه متعدده في التربيه والتعليم. فاذا ملفات التعليم كلها عنده، وبالتالي هو هيبقى اكتر واحد عنده النقاط اللي هي بتحدد لي التحديات اللي بتقابلنا بالفعل بالارقام. طيب. من هنا يعرض المشكله على الخبراء التربويين، الخبراء العلميين، كل من هو له باع في التعليم وله باع في التربيه والتعليم، ونشوف نحل المشكله ازاي. ودي اكيد هتكون فكره كويسه جدا دكتور محمد. ونرجع تاني، بس انا عايز ارجع حضرتك تاني للسؤال بتاع طيب ليه اولياء الامور ابتدوا ان هم يتكلموا على ان احنا عايزين نرجع للنظام القديم؟ هل حضرتك شايف ان ده ممكن يكون علشان النظام القديم قدم حل كان غير مكتمل، ولا الحل ده ما كانش حل صحيح، ولا الحل ده يمكن ما كانش حل مواكب التحديات الموجوده في النظام القديم؟ في امور فنيه، معلش يعني اولياء الامور ما هماش متخصصين في التربيه والتعليم. تمام. وليه الامر بيتكلم من ناحيه عاطفيه؟ لان هو خايف على مستقبل اولاده، فهو شايف، هو رؤيته كده شايف ان الرجوع للنظام القديم هيحل له مشكله. لا، احنا عايزين نحل مشكله التعليم حل جذري، بمعنى نحدد مشكلاتنا فين. احنا النهارده النظام القديم كان بيخرج اعداد ضخمه جدا من الطلبه، ولكنهم في النهايه كانهم ما تعلموش اي شيء، كان في مشكله. تمام. اللي كان بيخش الجامعه برضه عنده مشكله. النظام الحديث حاول ان هو ينقل تجربه موجوده في الخارج لا تتوفر لها كل الظروف اللي هي مناسبه داخل في الداخل عندنا. لذلك انا عايز القياده الجديده تبدا في وضع معايير، المعايير دي مستنبطه من الواقع. بمعنى ايه؟ بمعنى انا بقول احنا في عندنا تحديات، التحديات بتاعتنا في كثافه طلابيه كثيره، في عندنا عدد مدرسين، في 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 لازم اشارك، شوف لازم اشارك المجتمع معايا. مظبوط. يعني انا لما اعمل حوار مجتمعي هعمل الاول الحوار لازم يكون يشتمل على الخبراء وكل من له باع في التربيه والتعليم ويتلو برايه. ولكن بعد ما يتم عرض التحديات وما عنديش اي مشكله ان اولياء الامور يشاركوا معانا. ليه؟ لان انا النهارده انا كقياده تعليميه مش هقدر اتحمل سؤال لوحدي، لازم المجتمع يشاركني. بس امتى المجتمع يشارك معايا؟ لما يكون مقتنع بالرؤيه، يكون شاعر فعلا ان الرؤيه دي رؤيه هتؤدي في النهايه الى حل المشكله. وده اللي ما تحققش على فكره في الوزاره الحقه، وزاره الدكتور طارق شوقي. تمام. يعني احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العزيز استاذ العلوم والتربيه بجامعه عين شمس.